أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أوسع النطاق، تظهر فيه سيدة جزائرية أم لطفل وطفلة تقوم بافتتاح مشروع صغير، وهو عبارة عن مقهى متنقل في الشوارع لبيع القهوة والحلويات المنزلية والمشروبات، وذلك لكسب قوت يومها حلالا حتى تساعد نفسها وأبنائها وزوجها في لقمة العيش الحلال، وهذا حسب ما انتشر المقطع الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي. لك كل الاحترام وتحية كبيرة سيدتي.